بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يجوز السهر في رمضان أنام بعد صلاة الفجر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل كله، فبالعكس يعني قيام الليل والسهر فيما ينفع، أما السهر فيما يضر لا يجوز، فيما لا ينفع ولا يضر مكروه.